صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل الناس اللي يتابعوا فينا على ترددات نسمة على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم من الكرم. في الكرم احنا جينا للسوق هذه، هالسوق اللي عندها تاريخ، المفروض السوق اللي عندها تاريخ، تاريخ كبير، اللي كانوا يأمها، كان يأمها معناتها خليني نسمي نخبة من نخب متاع تونس، ما نيش باش نسميهم انا بالاسم لانه فيهم في الفن، فيهم في السياسة، فيهم شكون اليوم موجود في اعلى هرم السلطة اللي كان يجي يقضي من هنا. لكن السوق هذه ولات متداعية للسقوط. باه ما نجمش نلوم البلديات، لانه اليوم مهما يكون البلديات عندها حيز زمني قصير ملي وقع انتخابها وتركيزها وكل، لكن فقط احنا رانا نلفت النظر لعل يكون المسؤول ما وصلتلوش الصور هذه، احنا باش نصوروها له وباش نحكي. وجينا للكرم من نهار لحد مش من نلقاو فيه شوية حركية على كل، لانه نعرف انه ربما السوق هذه زادت تكون ضحيه نتاع السوق الاسبوعيه اللي تنتصب وراء معرض الكرم، باش نعطي الموقع نتاعها. اما كمان بعد ما نوجه تحيه زاد الاشقاء في المغرب العربي الكبير، خلينا نبداو جولتنا. انا حبيت نبداها بالحوت، ولو انه الحوت ما هوش متوفر اليوم لانها نو وريح ومطر وكلها تلمت مع بعضها. يقولوا ناس بكري نفسها وعروسها وليله عيد، هكا ما يقولوا ناس بكري. به انت ايش قلت لي توا؟ قلت لي عملنا مجهود كبير باش جبنا شويه حوت، خاصه نهار احد يلزمنا نجيبوا شويه حوت. فما ناس يقعدوا سبت وحد يلزمهم شويه حوت مشوي ولا مقلي كما يحبوهم. ها اسوام بصراحه غاليه، هذه مولات المول شادت هكا. بون نبداو بالشوفيرات ب 11 دينار، اي هكاك مثال شخدر، هذيك يمكن اللي يعملوا بها شويه بريك. برد قارس وزمهرير لاذع، يعني الكلامار ب 15 دينار، هذه نتاع الشربه هيك ب 12 دينار، الوراتا المربية 13 دينار و500، والنازلي ب 11 دينار و500. برا احنا ندخلوا لداخل، سلام اهلا بك، ندخلوا لداخل مثالش رد بالك، اهلا بك، الله المستعان. وقتها باش تصلحوا لنا المرشي؟ طيب انا نستنى في رحمه ربي وقتاش يتلاو بينا شويه. اي باهي، عامله بروموسيون في الاسواق؟ الحمد لله، لا سي مناسبه. تحب ترجي؟ اكيد. قالت لي اكيد، معناها متاكده من روحها. المراه بالله، شوف الحاله، شوفك يبين لك اللي لهنا. السلام، اهلا بك، صباح النور. شوف سالش، لا صور السلعه الفاسده اكثر، رد بالك وراك ساعة. أي ما صور هاوك الرند اللي ما عادش رند، والحالة الحليلة يا رسول الله يا ربي. رانا في الكرم، احنا رانا في الكرم، والكرم راهي كما قلت عندها تاريخ. احنا على كل نسيس رواحنا، سيس روحك بشوية هاي نصب فارغة. مسامحونا راهو ما حبيناش نمشيو للسوق الأسبوعية بالعانية، احنا حبينا نرجعوا النهار لحد لهنا طامعين لعل نلقاو فيها شوية إقبال. يا أخي وشي لو تماش إقبال ما في حد شيء، ريت ما في حد شيء والله، احنا قاعدين نصوروا في الحاله. لا هو لا ما في حد شيء، المرشي هاك تشوف فيه 12 نصب مشاو، ما ثماش هاك تشوف فيه، هاك جيت على غفله هاك تشوف لا ثم شيء، ثم شيء ان شاء الله. سمعت شد في ربي سبحانه. باهي هاو جايك قلب عايشك، خذ شويه بلايك مثالش، خذ اهلا بيك لعينكم. هاك البصل هنا ب 11.80 برا اخوي، سيس روحك اهلا بيك، صباح خير، صباح اهلا بيك، صباح خير، لاباس والله، ربي معاكم اللي تخدموا لهنا الحمد لله. لا لا نحكي على الوضع، الوضع سيدي العزيز اهلا بيك، مرحبا. عندي كلمتين مثال، تفضل. توا الشعب التونسي كله يتشكى اي من المغالاه المعيشه وكل شيء، الحل شنو هو؟ هاولي بالفايدة، توا الناس كل تعرف هاي. اللي كوني معيشة غالية وكل شيء غالي، أعطيني الحل، نحبوا الحل، هذا اللي غبهتني أنا. جوستومون أنا توا سامحني، أنت قداش من مرشي تبارك الله درتها من بنزرة البنكرداء وجماعة كل تتشك، ومن بعد والله اقترحنا بعض الحلول لكن حتى حد ما سمعك. احنا هذا المفروض الحلول متوفرة،
ما تفهمي؟ هذه الحلول متوفره. خلينا نبداو بالخضره. احنا 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 مشاكلنا وانه عندنا صغار الفلاحين. علاش ما تعملش نتاع مجامع مهنيه كيما هكا اللي تلم السلعه وتهبطها هي وتقطع دابر الاحتكار اللي موجود والقشاره اللي موجوده واللي مص الدم الناس الكل. مثال هذا واحد من الحلول. انا مثلا في البلاتو انت ما عشت الشيء هذا الكل وتعرف تو انت تعرف خير من وزير الفلاح. لا لا عشت عن كثب. لا عشت عن كثب انت وشفت وعرفت ما فيها باس. ما فيها باس البلاتو كي تجيب وزير الفلاحه والمشاغل نتاع المواطنين منهم انت عباره على انت تنوب المواطنين نظرا اني شفت كل شيء. ان شاء الله نكونها في مستوى. كان جواب اعطينا اخويا سيد الوزير الفلاحه اعطينا شنو هو الجواب نتاعك. اي معقول 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 جات في وجهك انت. معقول يا اخويا مساج. لا لا انا نحاول باش نقترح. اي واحد يتذم ما ثماش واحد قال كل شيء به ما ثماش. خاطر هذاك الواقع. خاطر هذاك الواقع يا صديقي. وربي معك. امين عشك الله بيك. أنا شفنا مع التذمرات وصحيح نتذمروا. مرحبا بيك. تاجر؟ إيه راك في التلف زي ما عمري ما حكيت معك. مرحبا بيك. عندك سؤال تحب تسأله؟ لا ما نحبش نسأل. تقول لك شنو أحوال المرشي؟ المرشي يا خويا نعم. المرشي تجارنا خلق العادة. ويوسعوا بيننا معهم. باهي يا خويا وصلوهم خلق العادة صدقني خير من المرشيات الأخرى. هاو باهي. لا الكذب على ربي عليه. إي لا هاو باهي أنا عاونونا معهم بكلمه باهيه. أيوة. ان شاء الله ربي هما ديور. احنا قاعدين نعاونوا فيهم كي نحكيوا لهم على الظروف نتاع الخدمه نتاعهم اللي هي مش باهيه. شكرا لك محمد علي الفرشيش. نخليك تواصل جولتك بيا السوق المركزيه بالكلام وحنا تو نعطيو الكلمه لزميلتي.